السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الحلوة بكل خير. رجعنا لزلدا سكاي وورد سورد، وفي الحلقة اللي طافت دخلنا إلى غابات فيرون وقابلنا حشد الكيكوي، وعرفنا من قائدهم أن زلدا توجهت إلى المعبد الموجود في أعماق الغابة. فحنا زي ما تشوفهم قدامه، نقول بسم الله يا جماعة الخير، وخلونا نفتح البوابة باستخدام السلينج شوت أو النباطة تبعتنا. فحنا جاهزين ان ندخل الى معبد الغابة. فوصلنا إلى معبد الغابة اللي هو أول دنجن سكاي فيو تمبل، أو خلونا نقول معبد منظر السماء. أيونا ما حد مهتم باللي تقولينه. قالت أن بما أن حنا داخل الدنجن ما راح نقدر نستخدم الاستشعار بالشكل الصحيح، برضو ما حد مهتم يا فيونا. فخلونا يا جماعة الخير ننطلق ونكمل طريقنا. خلونا نقول نفتح طريقنا. عادة في الدنجنز الخفافيش تكون في كل مكان. اوكي شكرا، ايتم جديد، شي طيب. المونستر كلاو شي طيب. تذكروا المنطقة هذه الخشبية لان راح تكون لنا نفس الشورت كات. تك ممتاز، في عندنا خفافيش هنا زيادة. ها ما في اظافر شي. اوه نو، كيف بناخذ هذه؟ كويس، هذا الحلو سكاي وورد انه يمديك توجه السيف على كيفك. ما ادري اذا وريتكم الشيء ذا ولا لا، لكن اقدر اتفنن في التقطيع زي ما تشوفون عشان تطلع لي الدريهمات. انتبهتوا لوجود البوكو بابا اللي فوق؟ في عنده وراه نفس السويتش يا شباب. الله يا ابو السعاده الايم، ممتاز. فانفتحت لنا البوابه هذه، شيء طيب. خلونا نطلع. اوكي فنقدر نقول ان هنا في لغز. اكيد لفتت انتباهكم العين، فلاحظوا انها جالسه تتحرك كميمك لحركتنا. فايش معنى الشيء ذا؟ توني جالس اتكلم على موضوع الموشن والدايركشن حق السيف، فخل اعطيها فتاحيه ورده علشان ادوخها وتطيح. فكذا انفتحت لنا البوابه. اللغز على السريع هذا يا شباب، ويو. فخلونا نطلع. وضع جيد. بوكو بابا، خل انتبه بس. طيب خلونا نشوف المنطقة هذه. ها وش الشغلة اللي طلعت؟ انا قاعد اسمع ان في ايتم طلع، لكن وش ما ادري، هل هي جواهر بس؟ اوه سيد، بستفيد من السيد في موضوع النباطة صراحة. ها والله تبون الصدق، مو لازم اني اقتلهم كلهم الا اذا انكبوني. اتوقع انكم تعرفون المكان هذا من الاخشاب. خلونا نشوفها مع بعض يا شباب، جاهزين؟ بوم. هذه المنطقه اللي قلت لكم انتبهوا لها لان راح يكون زي الشورت كات. عموما احنا نقدر نقول ان وصلنا الى قلب الدنجن بالنسبه لي. اول وحش هذا جديد، خذ دي. جميل، فلاحظتوا ان جالسين نستفيد من النباطه بشكل كبير في الدنجن اللي هو السلينك شوت، في ان نضغط السويتشات البعيده علشان نقدر ندخل للبوابات. فحنا توجهنا الى البوابة اللي باليمين بما ان الوضع سالك. اوكي اوه الاسكاتولا، وحش الاسكاتولا على قولتي، في كل اجزاء زلدة اسميه اسكاتولا. اوكي ممتاز، خلونا نشوف. يقول لك بوابتين يؤدون الى غرفتين، واحدة باليسار والثانية باليمين، لكن ما راح ينفتحون إلا لما تضرب باللورتين، واحدة بالأعلى والثانية بالأسفل. إيش معنى الكلام هذا يا جماعة الخير؟ إيش معنى الكلام هذا؟ البوابة اللي حنا فتحناها هي البوابة اللي باليمين، وكانت البلورة تبعتها بالأعلى. بس علشان نشوف وعشان نفهم مع بعض اللغز اللي قريناه، البوابة اللي على اليمين البلورة تبعتها بالأعلى، ففي بوابة ثانية باليسار والبلورة تبعتها
بالأسفل. فهذا اللي راح يصير، راح نضرب البلورة الثانية علشان نفتح البوابة الثانية. الوضع واضح جدا، انفتحت لنا البوابة الثانية جماعة الخير. فاللي راح يصير انه راح نرقى الى الاعلى، لكن قبل نروح للبوابة اللي على اليسار اللي فتحناها للتو، خلونا نرجع للبوابة اللي على اليمين، لان في منطقة بالاسفل ما رحنا لها. نعدي الاخ اللطيف. فبالاسفل راح تلاحظون وجود ممر، فراح نقدر نستخدم النباطة تبعتنا علشان نرفع مستوى المياه الموجودة في الدنجن. فممتاز، الحين راح نقدر ان نرقى من دون اي مشاكل. الوضع لطيف جدا، الوضع لطيف وجميل. خلاص الحين نقدر نطلع من البوابة هذه ونتوجه الى البوابة الثانية على طول. لو تلاحظون جدول الموية او الممر المائي راح يخلينا ان نتوجه الاماكن ما راح نقدر نتوجهها بالطريقة العادية، نفس اللي وريناه تو ونفس هذا اللي هنا اللي وريته تو، اقصد هذا وبرضو الجهة هذه، لكن مو مهم حاليا. خلونا نتوجه الى الجهة اللي باليمين اللي فتحنا السويتش تبعها، وراح نقابل الوحش نفسه هذا اللي قبل شوي. ها جاهز؟ سلام عليكم. يلا نعطيها. وين الهبوط البطيخ الساحق؟ افا، احيانا ما ادري كيف انه ما يصير سبون عليها. طالعوا هنا الاسكاتولا يا شباب، ما اقدر اني اقتلها لان وراها الشبك، فعلشان كذا راح الجأ الى الطريق الثاني، استخدم النباطة تبعتنا. ها ايش في؟ ليه مو جالس يأيم بالطريقة الصحيحة اللي ابغاها الان؟ لاحظتوا انه كان ماير بشكل غريب. الحين بيجيك واحد يقول ابو السعادة الايم تبعك لا 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 لا. اوكي ما علينا. طيب خلونا ننزل الى الاسفل على اساس نرتب. اوكي اتوقع ان الجهة هذه ممتازة، اهم شيء ان الفاين اللي جنبه يكون مختفي. ويو اوكي ممتاز. الحين نفس الكلام، نوقف بليز، وقف لو سمحت، شكرا جزيلا. خلاص اتوقع كفاية. جميل. الله خدي. ممتاز. واو عند هذه. يلا واحدة، احب اني اقتلها كذا بسهولة هذه. الحين بما ان احنا وراء البطيخ الاخ اللطيف هذا، راح نقدر ان نقتل الاسكاتولا من دون اي مشاكل. اي خلاص وراء اللي هو الشبك. يا اخي يا رب اقول شبك بشكل صحيح. اوكي حنا جينا هنا ليه؟ لان في المنطقة هذه في سويتش ما راح نقدر نسوي له اكسس الا اذا مرينا في الجهة هذه، فلازم ان نكون من وراء الاسكاتولات والشبك على اساس نفعل السويتش، وبالتالي يرتفع مستوى الموية بشكل اكبر. الحين المنطقة الموجودة في البداية راح نقدر ان نسلك طرق ما كنا نقدر نسلكها قبل شوي، قبل لا يرتفع مستوى المياه ليفلين مش ليفل واحد. اوه اتوقع ان هذه الخريطة الدنجن ماب. على الاغلب اول مرة ناخذ الدنجن ماب اكيد. في سكاي وورد سورد الدنجن ماب مفيدة جدا، توريك الاماكن الجاي وتوريك برضو الاشياء اللي ممكن انك تحصلها، وحتى توريك السويتشات. بس علشان اوريكم لو اني استخدمت، لا يا فاي ما ابغى اكلمك بالغلط، عشان استخدم الخريطة شوفوا كيف هذه الصناديق اللي المفروض نفتحها، واللي فاتحينها المفروض طالعوا ورا بطيخ، هي تكون شكلها كذا خضراء ومفتوحة، والاكسات هي السويتشات اللي نقدر نفعلها. فحرفيا بسكاي وورد سورد ما راح نقدر نستفيد الا من الدنجن ماب، ما راح نقدر او ما راح يكون فيها كومباس زي ما تعودنا في الاجزاء الثانيه اللي هي البوصلات. طيب الجهه هذه الحين اكسسبل، راح نقدر ان نخشها. سلام عليكم. راح نقدر ان نرقى. الوضع جميل جدا يا شباب. ننزل زي الحبايب. اوكي راح نقدر ان نطلع من البوابه هذه. طيب في عندنا مستر سكاتولا هنا. ها خدي. حلو حلو، جميل جدا جميل جدا. هذا القلب اللي بليز الله يقطع ام الحاله. ما علينا. ها يا شباب جاهزين نعطيهم فتحيه ورده؟
فتاحية وردة فتاحية وردة. يا رب أسويها صح من دون ما أضغط R3 عشان ما أطعن. أنا جالس أحاول أني أدور السيف، المفروض أني بنعومة أسوي حركة دائرية، ضغطت R3 فيسوي حركة الطعن. عموما أخذنا الصندوق أو فتحنا الصندوق اللي يتواجد فيه المفتاح السمول كي، راح أقدر أني أنقذ الحين هنا من دون مشاكل، عشان برضو أوريكم مرة ثانية للي يكون عنده لخبطة في الخرائط، شوفوا كيف اللي فتحناهم كذا راح تكون أشكالهم، واللي ما فتحناهم يكونون باللون الأزرق. فسهل بواسطة الدنجن ما بالحالها أنك تعرف إيش الشغلات اللي باقيت لك وتكون مخلص الدنجن بنسبة 100%، فشيء كويس. الحين بما أن أخذنا المفتاح راح نقدر نتقدم إلى الأمام يا جماعة الخير ونفتح البوابة الموجودة قدامنا، منطقة جديدة بالكامل. المنطقة هذه رهيبة، نقدر نقول ان احنا وصلنا الى اكثر من نص الدنجن اتوقع، او ممكن النص، ها النص ولا اقل ولا اكثر ولا ايش. ما فيها هبوط بطيخي ساحق، ايه يلا ما عليه، مو مهم. خلونا يا شباب نقتل الخفاش اللي في البداية. اوه اوكي، ناخذ واحد ثاني وبعدها نفعل السويتش الموجود هنا علشان تنفتح البوابة الموجودة هنا حيث يتواجد الميني بوس تبع الدنجن. خلونا نقول بسم الله يا جماعة الخير ونحارب الأخ اللطيف. خد دي، اوه ماي جاد، يبغالي اني اسوي دفلك بالوقت الصحيح. اوكي ما ضبطت بالطريقه اللي ابغاها. ها ايش عندك؟ اوه كذا خلاص قطع فيه تقطيع الارض يا شيخ. فطلع لنا الايتم تبع الدنجن، خلوكم مستعدين يا جماعه الخير ورحبوا معاي بي البيتل، رحبوا معاي بالبتولة يا جماعة الخير. ايتم الدنجن. طيب يا ابو السعادة بيتل وش هو بيتل؟ استفيد منه راح تشوفون، طبعا الباب مقفل. فراح نطلق البيتل تبعتنا يا جماعة الخير اللي راح تودينا المناطق ما راح نقدر نروحها بالطريقة العادية. فانفتح لنا السويتش نفسه اللي كان السبب في ان ندخل للمكان هذا، شكرا جزيلا يا بتولة. فخلونا نرجع الحين، باستخدام البيتر راح نقدر نسوي اشياء ما كنا نقدر نسويها من قبل. فخلونا نشوف يا جماعة الخير. اوكي الصناديق هذه رهيبة المتعلقة، هي عبارة عن عطايا في عطايا، راح تفهمون قصدي. هلا بوي، هلا بالعشرين من الدريهمات، هلا بالعشرين من الدريهمات. الظاهر في صناديق كثير، هذول رجعوا مرة ثانية. اوه نو، حتى ما جالسين يخلوني اتهنى بالبيتل تبعي. ها فيها الهبوط البطيخي الساحق، ما اعطانا شيء. اوكي جميل، نستخدم البتولة الحين بكل امان وسلام. خليها ترجع الى جهة البوكس هذا حيث توجد العطايا على الاغلب. خد دي. هلا بوي، هلا هلا هلا. وشو عندنا؟ كم؟ اوكي 20 5. خلونا نشوف العز، هذه 5. اخي توقعت انه في اكثر من كذا لكن ما علينا. الظاهر انه في صندوق ثاني متعلق لكن ما اعتقد انه مفيد. في شغله ثانيه اهم، طالعوا يا شباب البيس اوف هارت، اعتقد ان هذا الاخير عشان نحصل الهارت كونتينر الاول من تجميع لنا او تجميعنا ال 5 اتوقع من البيس اوف هارت او 4، ماني متاكد صراحه. طبعا البتوله ما راح تقعد الى الابد لكن راح نقدر نسوي لها ابديت. فضغطنا السويتش اللي فتح لنا الجيت تبع البيس اوف هارت يا جماعه الخير، شكرا يا بتوله. فاعتقد ان كذا كملنا هارت كونتينر.
بوف يا سلام سلم. طيب راح نستفيد برضو من البتولة يا شباب في ان اتوقع ان في شغلات هنا ممكن ان ناخذها سويتشات وغيره ماني متأكد. اوكي اوه نو والله انصفق التصفيق البتولة مسكينة. التحكم مش مرة لان هي صقعة واحدة ويزلق التيس بالنسبة لها. واو ما صدق. يلا المحاولة الاخرى يا شباب. المحاولة يلا محاولة ثانية. نايس اوكي كذا ولا كذا لازم انها تصقع. يعني كل هذا عشان 10 من الدرهمات هل تسوى؟ والله ممكن انها تسوى لكن مو هذا او مو هذا هو الطريق اللي ابغاه. اعتقد هنا جهة البوابة هذه لازم اني افعل البتولة لان في زر او في سويتش ممكن ان نضغطه. ها هو ده الكلام هذا اللي اقصده. جيد فانفتح لنا الباب الموجود هنا. ممتاز هذا اللي كنت ابغاه من البداية. شكرا جزيلا. خلونا نطلع. هذا الباب على الاغلب اللي دخلت او اللي طلعت منه ولا لا دقيقة دقيقة ايش دخل هذا باب ثاني. ايش فيك يا ابو السعادة لا تضيع. هذا باب ثاني المفروض اني اشوف الخريطة. اوكي هذا هي الجهة. انا كنت هنا ورحت يسار لكن هو عموما الدنجن يعتبر قصير والاماكن متشابهة. اوكي هالمرة ثلاثة عيون مو عينين ثلاثة من العيون. اوه الاسكاتولا عطها الهبوط البطيخ الساحق من بعد ما تقلبها. اوكي انفتح لنا الباب لكن ما حلينا اللغز. ما اخذنا الشغلة الموجودة داخل الصندوق هذا. طالعوا كيف نحتاج ان العين الثالثة تكون يعني مفتوحة. فخلونا نشوف ايش اللي راح نقدر نسويه. في عندنا بوكس زي ما قاعدين نشوف يا جماعة الخير. فراح نستخدم صديقتنا بتولة بالطريقة هذه. ممتاز فراح نقدر ان ندف البلوك. الظاهر ان في شيء ثاني هنا. لا والله ما في. هل في الظاهر يا اخي كان في بوكسات زيادة ولا هذا مكان ثاني ولا انا نسيت. خلونا نلقي نظرة. قايل لكم ان في شيء كذا بعد بس ما يندرى هل مبلغ يسوى ولا لا. على الاغلب انه راح ينكسر بما انه خشب. شكرا 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 ما احتاج. خلونا ندف البوكس تبعنا على اساس ان نروح الى المدى تبع العين الثالثة فراح ينفتحون كلهم سوا. ولما ينفتحون كلهم سوا راح نقدر ان نعطيهم فتحية وردة نفس اللي سوينا من قبل وبالتالي راح ينفتح الباب فيعتبر الوضع كويس. ها ممتاز جيد باقي واحدة. يلا فتحية وردة. انا ما ادري ليش كذا مرة بعيد كنت اقدر اقرب وخلاص انتهينا. اوكي انفتح لنا الباب هذا وراح ناخذ منه على الاغلب بيس اوف لا مو بيس اوف هارت على الاغلب انه مفتاح مفتاح صغير. ممتاز جميل جدا. خلونا نشوف الخريطة. نو الخريطة قلنا. اوكي راح يبقى لنا صندوقين. جميل جميل جدا يا جماعة الخير. لو تلاحظون شوفوا الخريطة واضح ان في سويتش نقدر نضغطه والسويتش هذا بعيد فراح نقدر نستخدم صديقتنا العزيزة البتولة في انها اوكي نايس الين ما نروح الى جهة السويتش ونضغطه. فبمجرد ما ضغطنا السويتش ارتفع مستوى المياه فراح نقدر ان نكمل في جهة ما رحناها من اول او في الجهة الجديدة. كان في سكاتولا بعد. اي والله في سكاتولا. ايوه ابغاك تنزلين عشان اعطيك الهبوط البطيخ الساحق المقلتش. ما ادري كيف كذا انصدت بالفاين لكن ما علينا. فيها الدرهمات ولا لا؟ لا والله ما فيها بما اني سويت الدوران بالطريقة هذه ما ظنيت. خلاص شكرا جزيلا انا اخذت المفتاح الحين رجعت الى الجهة اللي استخدمت فيها البتولة كثير. خلونا نشوف الخريطة يا شباب. طلعوا الجهة هذه هي اللي راح ندخل فيها بالمفتاح لكن لو ان رحنا الى الجهة هذه زي ما جالسين نشوف الجهة هذه مقفلة فما راح نقدر ان نسوي شيء في الوقت الحالي.
فاللي راح يصير اني راح طبعا قلتوا ان في بوكس في الجهه هذه، ليش ما بالبتوله البوكس هذا اتذكر كان فيه الظاهر فيري فراح اسحب عليه، ما راح احتاج الفيري. لحظه دقيقه، انا ليش جيت هنا؟ ليش جيت هنا؟ المفروض اني اروح الى جهه الباب او الى جهه القفل على اساس اني استخدم المفتاح تبعي. هذه يسمونها البرمجه يا جماعه الخير. اوكي، الجهه هذه هي اللي فيها المفتاح من الخريطه، لازم اني استخدم الخريطه كثير على اساس اني ما اتورط هنا. ولا تزعلون، راح نستخدم البتوله على اساس تقص لنا البيرانات. اي بيرانات يا ابو السعاده؟ هذول البوكو باباز. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تكفون يا البوكو باباز، تكفون يا البوكو باباز. اوه نو، كويس الحمد لله قدرنا ان نعدي بسلام وامان. جميل يا شباب، انقفل لنا الباب. على الاغلب ان هذه اخر جزئيه، طلعوا قابلنا واحد جديد او بوس. اوه نو، لازم تضربه، تضرب الروس كلها مع بعض. ما هو صعب بس يبغالك تكون منتبه الى الجهه تبعت الروس الثلاثه، ممكن يكون كذا، ممكن يكون كذا، ممكن يكون من الاسفل، فبالطريقه هذه. وشو عندنا في المكان هذا يا جماعه الخير؟ ماذا لدينا هنا؟ احنا دخلنا من الجهه هذه فلازم ان نطلع من البوابه هذه. جميل جدا، نكمل طريقنا. ها يلا سلام، خلنا نتاكد هل في شغلات ممكن ان نضربها. ما اعتقد ان في شيء هنا. في عندنا سكاتولا بالبتوله طبعا، شكرا جزيلا. اوكي جاهزين يا شباب؟ بسم الله، واو خطيره هذه. اوكي وصلنا الى النهايه. طبعا شوفوا البوابه هذه هي البوابه اللي كانت مقفوله، علشان تشوفون هذا هي البوابه اللي قلنا لكم او شفناها انها مقفوله في البدايه. فخلونا نكمل يا جماعه الخير. طيب راح نستفيد من البتوله طبعا على اساس انها تفتح لنا الفاينز الموجودين هنا يا جماعه الخير. مشكلتها انها ضربه واحده كل شوي، فهذه الشغله الطويله. يا ليت انها كان ممكن او انها تسرع بشكل اكثر او بشكل اكبر، لكن انها تعطيك ابعاد متكامله للمكان، والشغله هذه تعجبني بكل امانه يعني. اوكي صديقنا العزيز، تدرون خلوه اخر شيء، خلوه بعدين. طيب ايش ممكن نسوي يا شباب؟ هل توجهنا الى المنطقة هذه؟ اوكي يعني معناها لازم نروح هنا. لازم ان نروح هنا. يلا يا عزيزي، خلنا اوكي هل راح يجي ولا لا؟ والله ما ادري يا شباب، ان شاء الله ما يجي، يا رب ما يجي، لان لو جاء بيضربنا وعلى الاغلب راح اطيح. كويس انه ما جاء، الحمد لله الحمد لله. كويس ان البتولة طيحتها، وانا الحين بجي وبطيحها. اوكي ممتاز، سلام. انا لان ما عندي سيدز عشان استخدم النباطة، فهذه مصيبة يا شباب. هنا جهة البوس راح احتاج شغلة اني اخذها اقرب للمفتاح. خلونا نشوف، راح نرقى الى الاعلى. جميل جدا. اوكي يا شباب، راح نقطع الحبل هذا. الحين راح تصير المهمة الطرزانية. ما جات بالشكل اللي ابغاه. ليه؟ لان ما استنيت الفاين يوقف بالطريقة هذه. كان المفروض اني استناه شوي. العجلة ما هي زينة يا شباب. حاولوا دائما انكم ما تستعجلون زيي. فخلونا نكمل ونرجع الى الاعلى. راح نستفيد من الفاينات اللي حررناهم قبل شوي. نفس الكلام، انتبه قبل، هذول ثابتين مو نفس اللي قطعته قبل شوي، لكن لا تنبسط كثير. لازم انك تثبت على اساس تعرف وين الجهه تبعتك. ايوه زي الحلاوه، الحين نقدر ننزل بكل بساطه. ايوه ثبت الجهه تبعتك بعد زياده، شكرا جزيلا. ويو
والله كان ممكن اني اجازف وانقز، لكن ما لها داعي. ها هل لها داعي يا شباب هذه؟ احس والله ما لها داعي. تصدقون؟ خلني قد القرار تبعي. اي خلني قد القرار تبعي يا شباب. بسم الله. اوكي يا شباب، واضح من شكل الصندوق ان اخذنا الجولدن كارفينج اللي هو يعتبر مفتاح البوس. بما ان مقفول الباب ما راح اقدر اني اطلع من الجهه ذي، فكان لازم اني اخذ الطريق الطويل العريض. فحنا مستعدين يا شباب ان نتوجه الى جهه البوس. فخلونا نقول بسم الله يا جماعه الخير مره ثانيه، ننطلق من الطريق هذا. ايوه زي الحبايب، زي الرهيبين، ايوه زي كذا. حبه 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 حبه. يلا جاهزين يا شباب، خلونا نسوي سيف. لا السيف مو بالطريقة هذه يا أبو السعادة. أنا ما أتوقع إني سويت سيف ولا مرة. أوكي. فحنا جاهزين يا جماعة الخير إن ندخل إلى جهة البوس الأول. فالجزء هذا قبل أن ندخل بوس فيه حركة جميلة، نفس البازل نقدر نقول، نلفها على المكان اللي ممكن يكون صحيح. أوكي وبعدها نسوي لها انسيرت. فحنا الحين جاهزين يا جماعة الخير ان ندخل الى جهة البوس. خلونا نقول بسم الله. شوفوا مين اللي جاء. ظنيت ان الاعصار اللي صنعته راح يرميك ويمزقك، لكن هذا كنت منت محول الاشلاء. مو معناها ان حياتك او موتك لهم اي عواقب. اللي يهمني هو موضوع البنت الحين، وجالس استشعر انها هنا ورا هالباب. صحيح قدرنا ننزل سعادتها من مكانها بالسحاب، فهي للحين لنا. أوه حسيت أني همجي وغير متحضر. اسمح لي أني أقدم لك نفسي، أنا اللورد اللي يترأس هالأرض اللي أنتم تسمونها السطح. تقدر تناديني جرهام. بالواقع أفضل أني أتنادى بلقبي الكامل اللورد جرهام، لكني ماني متطلب كثير. من جدك انك سحبت سيفك ولد غبي. اذا تبي الصدق كان المفروض البنت تكون بيدنا من اول. كان على وشك انها تكون قبل ما تجيها المساعدة البغيضة بطريقها. هل عندك اي فكرة كيف هالشي خلاني احس بداخلي؟ الغل، الغيظ، قمة الغضب. هالتقلب بالأحداث زاد تعطشي لإراقة الدماء. لكن لسه صعب إنه يكون الموضوع عادل في إنك تكون بمكاني علشان تاخذ كل هالغضب. علشان كذا أوعدك إني ما راح أقتلك، لكني راح ألعن أبو كل شبر بحياتك. أوه ماي جاد. اللورد جرهام يا شباب، واحد من أفخم شخصيات زلدة الشريرة. بالله شوفوا الهيبة، طلعوا كيف جاي وكيف جالس يمشي. خلوا أوريكم كيف لما يقرب جنبي إيش ممكن يصير. خلوني أشيل السلاح بس. أوكي الكف. لا تبون تضحكون من جد، شوفوا طلعوا كيف ماسك السيف يا شباب، أو كيف موقفه. وش السيف الرهيب ذا؟ أوه ماي جاد يا شباب، طلعوا كيف. استهدي بالله يا جرهام،
استهدي بالله. اوه ماي جاد يا اخي. اوكي واضح انه حتى جالس يستهبل. جاي جهة سيفي ما راح اخليه. فطالعوا كيف واضح انه لازم انه يعني على الطريقة اللي انا فيها مستحيل اقدر اني اضربه. لازم اني اتوجه او اوجه السيف في جهة عكس الجهة اللي هو فيها. طالعوا الحين ما راح اقدر اضربه الا عكس جهة يده. ما ادري اذا فهمتوا قصدي ولا لا. بالطريقة هذه ارفع كذا واجي من الجهة المعاكسة كل مرة اساس اني اقدر اضربه. ممتاز. فكذا وصلنا للفيز الثاني. والله انك كاركتر يا شباب. اوكي فراح استفيد من موضوع الدفلكت. اوكي ممتاز. يبغالي انتبه دائما لازم اكون عكس جهة سيفه. الدفلكت. اوكي ممتاز. اوكي عكس جهة سيفه كل مره. اوكي نايس. اي ضربه اللي راح يستخدمها الحين او وين ممكن يكون؟ او ماي جاد. شوفوا لاني كنت متلفت بالعكس ما انتبهت للجهه تبعت سيفه. الدفلكت نايس. دفلكت ثاني. المفروض انه ما باقي له شيء. اوكي نايس رديتهم له. الدفلكت المفروض انه العكس. يلا عجيب. قاتلت أقوى مما توقعت بالنسبة لطفل رقيق. لا تستعجل وتصفق لنفسك. السيف اللي عندك هو سبب بقائك على قيد الحياة. شكلي ضيعت وقت كثير في أني أستهبل وألعب معك. وجود البنت واضح أنها تلاشى من المكان هذا، فما في أي سبب يخليني أبقى هنا. إلى اللقاء يا طفل السماء. أهرب والعب هالمرة. تعال بطريقة من جديد وراح تكون ميت. إيش قصة جرهام يا جماعة الخير؟ وإيش يبغى من زلدة؟ واضح أنه كان البوس تبع الدنجن هذا، لكن واضح أنه ما هي آخر مرة راح نقابله. على أي حال بما أنه خلصنا الدنجن راح ناخذ الهارت كونتينر وراح نزيد القلوب تبعتنا. فجيجي يا شباب. فراح نطلع، خلونا نقول بسم الله ونطلع من البوابة هذه. المنظر الرايق والجميل، تغريد العصافير والأجواء الاستكنانية. مجسم الخرافية المكرش والكريست اللي راح نستخدم عليه ضربة السكاي وورد. فهذا الينبوع أو ينبوع منظر السماء يا شباب. سيدي عندي رسالة مكتوبة بلغة الخرافيين القدامى، اسمح لي بترجمتها. منذ قديم الزمن أرشدتك الشخص المختار لحمل مهمة الخرافية. روح الخادمة الهابطة من السماء يجب أن تسافر لمنطقتين مقدستين لتطهير جسمها. أنت الآن تقف في واحدة من هذول المناطق المقدسة وهي ينبوع منظر السماء، والثانية معروفة باسم ينبوع الأرض. الينبوع الثاني مخبأ بعيد في الأرض المحروقة من منطقة إلدن. الروح الخادمة توشك على مهمة ثقيلة بعاتقها وهي جاهزة للمكان المقدس الثاني. فعرفنا يا جماعة الخير أن المنطقة الثانية المقدسة واللي المفروض روح الخادمة اللي هي زلدة تروحها موجودة في أراضي إلدن. عموماً قدرنا أن ناخذ التابلت الثاني اللي هو تابلت الياقوت يا شباب.
في البداية أخذنا تابلت الزمرد الإميرالد أساس نتوجه للأراضي هذه اللي هي فيرون، وعرفنا أن زلدة كانت موجودة هنا على أساس تسوي بيوريفاي أو تطهر جسمها أساس المهمة تبعتها. فهي المفروض أنها متوجهة إلى المنطقة الثانية اللي هي في أراضي إلدن. أوه صديقنا الكيكوي، هي لقيت البنت؟ لا أوه مرة سيء، بس على الأقل واضح أنك عارف وين تروح علشان تدور عليها صح؟ أنا مرة مبسوط أن أخيرا قدرت أني ألتقي من جديد مع أصدقاء الكيكوي، وكل الشكر لك. أتمنى لك التوفيق في أنك تلقى صديقتك، انتبه لنفسك طيب؟ أوكي شكرا يا عزيزي شكرا. أوكي فبما أن خلصنا المنطقة بالوقت الحالي، خلونا أن نرجع الحين إلى السماء على أساس نحط التابلت أو الروبي تابلت اللي أخذناه من بعد ما خلصنا الدنجن الأول. فوجهتنا الحين راح نرجع إلى سكاي لوفت يا جماعة الخير. الموضوع ممتاز يعتبر، والرحلة كانت جميلة وسعيدة. ونتوجه إلى سكاي لوفت الجميلة، راح نتوجه إلى تمثال المكرشة على طول، تمثال الخرافية. ورجعنا إلى سكاي لوفت يا شباب، على طول راح نهبط إلى هناك. ممتاز، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، راح ندخل إلى داخل المجسم المكرش، مجسم الخرافية. فراح نقدر أن نحط التابلت الثاني على أساس أن ينفتح الحاجز السحابي ونقدر أن نتوجه إلى المنطقة الثانية، نفس اللي صار في البداية. يا سلام يا شباب، منطقة أراضي إلدن المنطقة الثانية، انفتح الحاجز السحابي. سيدي قدرت أني أحدد الموقع للحاجز السحابي الثاني ويتواجد بالجهة الشمالية الشرقية. هل انفتاح راح يخليك تدخل لأرض جديدة بالسطح؟ أقترح أنك تطير هناك أول ما تخلص من تحضيراتك للرحلة التالية. أوكي يا جماعة الخير، فأتوقع أن الوقت مناسب في أن نوقف، نكون إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. فأتمنى أنكم استمتعتوا وانبسطتوا، وبإذن الله راح نشوفكم على خير قريب. استودعتكم الله وفي أمان الله.